سمعته الإنجيل اللي تأمل فيكم فيما تقدمه الكنيسة لنا أم حقيقية بتقدم عريسها السماوي ورأسها ربنا يسوع المسيح لنا وكل الأحداث والأعمال الخلاصية اللي عملها لأجلنا. لأن المسيح سيولد يوم 29 كهك آخر الشهر، فاختارت الأربع أحد اللي في كهك تقدم لنا المناسبات في تسلسل لغاية لما نوصل لميلاد المسيح. أنتوا عارفين التسلسل، النهاردة بشارة الملاك لزكريا بميلاد يوحنا، ثم بشارة الملاك بميلاد المسيح للعذراء مريم، ثم زيارة العذراء مريم، ثم ميلاد يوحنا، ثم ميلاد ربنا يسوع المسيح. تشوفوا ربنا في القصص دي كلها محب البشر اللي عارف احتياج البشرية. كان احتياج البشرية في الوقت ده ايه؟ الخلاص والفداء، ويرجعهم مرة اخرى الى الله، لانه كان طبعا البشرية سقطت. ربنا في الزمن المحدد، وابتدى بقى منذ بشارة الملاك لزكريا بيوحنا، ابتدى يقدم لقدوم البشري، لأن يوحنا هو السابق لربنا يسوع المسيح. فنشوف الله محب البشر اللي ما يتركش أولاده أبدا. نشوف كمان البشر، أنهي بشر اللي اختارهم ربنا يشتغل من أجلهم، يشتغل فيهم. مثال النهاردة لأسرة زكريا وإليصابات، وشهادة الله عنه في كتاب مقدس: برين وكاملين ويحفظان وصايا الله وسالكين بلا لوم بلا لوم. فكروا في القصة دي، كرامة ليهم طبعا الله يجعل من نسلهم نبي عظيم زي يوحنا المعمدان. المسيح قال عنه: ليس في مواليد النساء أعظم من يوحنا. ما يكون الهيكل كده يعني مكان حلول الله، وفي الشرقية العرش المقدس نلاقي الكنيسة حطت أيقونة العذراء على اليمين لأنها الملكة الجالسة على اليمين ملك، وتحط أيقونة يوحنا المعمدان على الشمال، طبعا علاقته بمعمودية المسيح، لأنه في الكرامة السماوية بعد العذراء مريم على دول. فكرامة كبيرة لأهله يجيبوا هذا النسل، والملاك تكلم عنه، وزكريا فتح فمه بالروح القدس تكلم عنه. ايه قصة الناس دي؟ ليه ربنا اختار الراجل ده والست دي؟ وحكاية برين دي ناخدها ببساطة. اكيد الشخصين دول كان في حياتهم توبة، توبة، توبة دي متاحة للجميع، متاحة لكل واحد يسلك فيها أو لا يسلك فيها. أكيد كانوا يجربوا كبشر ضعفاء، وهي ليسا بطي ما عدتش يعني، كانت فترة من فترات صغيرة وبتغير على جوزها، ممكن هو ما كانش فترة كده يعني كراجل كده يعني شرقي مثلا احتد أو كده، ممكن هما لما يقولوا برين وبلا خطية لا هما أخطأ، بس عاشوا لإيه؟ أي حد كده، أي بشري ليس إنسان بلا خطية، ولكن يعيش الايه؟ التوبه. يبقى الطبيعي ان الانسان يخطئ، ليس عبد بلا خطيه. والشيء المهم ان اخطا الانسان انه يتوب، فكانت في حياتهم توبه، يعيشوا التوبه، يطلبوا المغفره من الله. مين فينا لا يخطئ؟ كلنا نخطئ بكل الوسائل، بالحواس، بالافعال، بالافكار، بالقصد، بدون القصد، بإغراء من الشيطان، بإغراء من غيري، بدون إغراء من ضعف من داخلي، في خطيئة. طب وتنتهي القصة على كده؟ لا، يبقى في توبة. ولاد الله المستنيرين اللي مهتمين بعلاقتهم مع ربنا، اللي عاوزين خلاصهم وأبديتهم يتوبوا، الناس دي كان عندها توبة، يعيشوا في التوبة. رسالة النهاردة: زي ما الناس دي سلكت نسلك، ليه؟ لأن الله كافئهم على برهم،
أنا نفسي ربنا كافئنا على بري، نفسي ربنا كافئنا على خدمتي، نفسي ربنا كافئنا على حب للناس. وأنت تقول نفسي ربنا كافئنا على رعاية أسرتي، نفسي ربنا كافئنا على جهادي. مكافأة ربنا حلو قوي، نرفضهاش، إن مكافآت سماوية. نعما أيها العبد الصالح الأمين، كنت أمينا سأقيمك على الأي كثير. أدخل إلى فرح، يبقى إحدى المكافآت التوبة، ده فرح سماوي. وصانعا وصايا الله، وصايا ربنا، وصايا ربنا، مش ناخد وصية ونسيب إيه وصية. ناخد وصايا الصوم، كلنا بنصوم، بركة كبيرة، الشعب المسيحي يحب الصوم. ناخد وصايا إن إحنا يعني نقدم عشور، ناس كثيرة كريمة جدا وتقدم عشور، وصية. بس في وصية بقى ممكن نقع فيها ونسقط فيها، أصلا بحبش فلان، أصل فلانة ما بتنزليش من زور، أصل فلان جرحني، أصل فلان ده مش هينفع نتعامل مع بعض. ما ناخدش وصية ونسيب وصية. وصايا الله، صلى نور، نور. طب أنت تختار جزء من النور، مش الدنيا مش منورة. الوصايا وصايا بلا تمييز وبلا انتقاء، وصية ربنا واضحة واضحة، ينفذها عشان تعرفها. تقرأ كتاب الله اللي فيه وصية مين؟ الله. هنا الضرورة مش بنقرأ قصص أو أحداث، بنقرأ وصية ربنا. عاوز مني يا رب تكلم لأن عبدك سامع. اللي يفتح الكتاب يوميا يسمع صوت الله. عاوز تسمع صوت ربنا؟ افتح الكتاب، يكلمك ربنا، يقول لك اعمل دي ما تعملش دي، يشجعك في دي ويحذرك من ايه؟ من دي. وصية ربنا، فتنفيذ وصية ربنا مهمة مهمة. اخشى، ودي بنقع فيها كلنا، ان نكون حياتنا ديزاين على ايه؟ ان احنا يعني خلقنا وعايشين وبنشتغل ومهمومين بالأمور والدنيا والسداد والعلاقات، وأوقات نفتكر ربنا يوم الحد، أوقات أهو الصلاة بالليل أونوف، أوقات لا. إحنا أولاد الله، إحنا صورته ومثاله، إحنا هنا في مرحلة وقتية. الهدف ربنا اللي خلقني من أجله أن أشهد له في عملي، بس العملي ما يكونش كل طاقتي وفكري في علاقاتي، بس العلاقات نفسها ما تاخدش كل كياني. من أحب أبا أو أما أو أخوة أو أخوات أو أكثر مني فلا إيه، يبقى العلاقات ومقابلات ودردشات وساعات وأيام وتركيز، وربنا على الهامش تخطئ في حق نفسك. يبقى أنت فضلت العلاقات. أخشى يكون إحنا دحلنا. لا، ربنا الأول والآخر، الأول والآخر. معك لا أريد شيئا على إيه؟ في عمل ما يشغلنيش عن حب ربنا، في علاقات محبة ما تشغلنيش، حب الرب إلهك من كل قلب، وحب قريبك أيضا إيه؟ كنفسك. إنما لو بحب قريبي أكثر من محبة الله، أنا أخطئ في حق نفسي. وبرضو مدي من وصايا الله، يبقى توبة وصايا إيه؟ الله. يمين أتكلم عن حاجة تانية، عن علاقات، وهركز على علاقتهم مع بعض كأزواج. ده نموذج حلو قوي، ويمكن يعني مثاليتهم في حياتهم الزوجية تعثر البعض، وهنحط لها إيه يعني فكرة أو إيه أو حل. يعني إيه تعثر البعض؟ اتنين زوجين حلوي مع بعض، حبوا بعض. طب في حد في الأسرة يعني قلبه صعب ما بيحبش الزوج مثلا، الزوجة مثلا، بيحصل. ما قلت هنقول الايه قصتهم، اوقات تبقى صعبة على البعض لان مش متوفر المثل ده في بيتي. لو حتى المثل ده ما توفرش في بيتي، وكان نفسي جوزي يحبني زي ما انا بحبه، او نفسي مراتي تحبني زي ما نحبها، برضو المحبة لا تسقط ايه ابدا. عمر ما الإنجيل قال لنا المحبة مقابل محبة، ده قال المحبة مقابل كل حاجة، مقابل محبة ومقابل كره أيضا. والدليل قال لك إيه؟ حب أعدائك وبارك إيه؟ عدوك، صح؟ حبوا أعدائكم باركوا لعينيكم.
فلو في طرف في الأسرة يعني تعبان في نفسه، تعبان في عقله، تعبان في أي حاجة لأي أسباب، برضو الطرف التاني يفضل يحب. دي صعبة؟ صعب، ولكن يحط إرادته مع الله، يحط قلبه مع الله، يديله هذه الإيه؟ النعم. صدقوني وجربوها. يا رب أنا عاوز أحب فلان اللي بيكره، يا رب أنا عاوز أتغلب على ذاتي بنعمتك وقوتك. أنت قلت يا رب، أنت قلت، وأنا متمسكة بإيه؟ بوعدك. تحط جوايا النعمة والإرادة والحب الخالص اللي مش منتظر محبة في المقابل. لو في محبة في المقابل يبقى فرحانين، لو ما فيش انت رب تقدر حطها ايه في قلبي. فكانوا بيحبوا بعض ريجاردلس، بقى ريجاردلس ضعفاتهم، ريجاردلس كانوا بيحبوا بعض. دي نموذج حلو، حب الآخر حتى لو يقابلك بالايه بالمحبة، واتق الله معه، اتق الله معه، عاملوا بتقوى ربنا. شرير، شريرة يحصل للأسف، للأسف الشديد ده واقع عايشين فيه، مش طب مسيطر عليه أو مسيطر عليه، مشي وراء أفكار يعني لا روحية ولا كنسية، وأتجرب أقول أوقات لا إنسانية، مشي أو مشيت وراء هذه الأفكار، برضو المحبة لا تسقط إيه أبدا. بس المحبة اللي في قلبك دي محبة المسيح مش محبة حضرتك، انت فاتح قلبك لاستقبال محبة المسيح، فليها مواصفات عالية جدا جدا. لو بتاعتك انت يبقى على قد نفسك، على قد كرامتك، على قد احتمالك. لو بتاعتك انت، بتاعتك انت ما توصلكش خطوتين قدام، بتاعت المسيح توصلك للسماء. يقول لك ده الصديق اللي يوصل للسماء، يوصل لعرش الله، لانه هو المحبة، يجذبك كده جذب ايه طبيعي. ده بالاكثر من هذا، أشفق على الشخص الضعيف وأصلي من أجله، أشفق عليه وأصلي إيه من أجله، إنه مخدوع من الشيطان، إنها مخدوعة من الشيطان، إنه ربما سيهلك، ربما ستهلك، وأنا مسؤول، وأنا مسؤول، لا أتخلى عن مسؤوليتي. مش إحنا جسد واحد؟ طب الواحد يفضل محتفظ بأعضائه حتى لو تعبانة ما يقدرش ينزحها منه، فما يقدرش إحنا نشق نفسنا. غير المحبة أو بالإضافة المحبة، أشفق وأصلي وأقدم كل محبة وكل حاجة حلوة للشخص التاني في يوم من الأيام يرجع من أجل المحبة. الأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة، مثل عملي وحديث جدا 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 لهذه العلاقة اللي هي يبدو للعالم يعني مش متوافقة، ولكن في بين الله متوافقة. مثل أم السيد، أم الغلابة القديسة، اللي أصبحت قديسة من أجل سيرة حياتها الزوجية. طب حياتها الزوجية دي شكلها إيه بقى؟ جوزها كان بيروح معها الكنيسة؟ كانش بيروح معها الكنيسة، كانوا يصلوا مع بعض في بيت، كانوا يصلوا مع بعض. ده المثال الحلو إن إحنا ممكن يعني نقدر نعمله، نصلي مع بعض في البيت ونروح الكنيسة مع بعض ونعيش التوبة زي زكريا وإليصابات. ولكن لا، ده كان مقاوم وكان شرير وكان مؤذي، مؤذي بكل الايه. واحتملت هذه المرأة العظيمة كما تحتمل سيدات كثيرات، الله سيطلق عليهم لقب العظمة في يوم الايام، كما يحتمل بعض الرجال والله يطلق عليهم لقب العظمة في ايه في يوم الايام. فهنا حب، وهنا اشفق، هنا اصلي، وأنا أقدم كل أعمال محبة حتى لو في إساءات مقصودة، حتى لو في إساءات إيه مقصودة. طب ليه؟ إيه السبب؟ هي دي حياتنا مع ربنا، هو ربنا بيعمل معنا كده. إحنا كثيرين ما نرفضه، كثيرين ما نجرح قلبه، كثيرين ما نبعد عنه، كثيرين ما وإلى آخره. الله يسعى إلينا ولا يتعامل معنا كخطيئتنا، بل إيه بمحبته وبرحمته. فبرضو ايه قلنا، برين في حياتهم، توبة في حياتهم، صنع الوصية في حياتهم الشخصية، علاقات طيبة وجميلة موجودة في البيت، بركة كبيرة، اسعى اليها، اسعى لنعيش علاقة زوجية صالحة امام الله، اسعى بكل الطرق، ما يقاسش ربنا يعني. لو حصل غير كده
ما فيش غير أنا أقدم المحبة، أقدم المحبة. وليس هؤلاء فقط أحبائي، بل أمثلة كثيرة في كتاب مقدس، أمثلة كثيرة. فالكتاب يقدم لنا نماذج متنوعة عملية في الحياة عشان إيه؟ نتشجع وعندنا رجاء في النجاح في الحياة مع الله ومع بعضنا. نشكر ربنا محب البشر اللي يبحث عن خاصية البشرية، نفرح بالكنيسة بتهيئ لنا المناسبات نعيشها بتفاصيلها بأحداثها، نشكر ان في نماذج احنا نعمل زيهم عشان نوصل ايه زيهم. ربنا يبارك حياتكم، لان المجد دائم الابد امين.